قالوا بعد اذن حضراتكم ننتقل لموضوع تاني. حضراتكم فاكرين مصريين رحمة الله عليهم واللي نحتسبهم جميعا شهداء عند الله سبحانه وتعالى واللي اتذبحوا في ليبيا سنة 2015، فاكرين الحادثة؟ فاكرين اياها؟ طيب فاكرين الطيارات المصرية اللي راحت الفجر علشان تغير على مواقع الارهابيين في ليبيا المعروفة بانها الاغارة على تنظيم داعش في سرت؟ طيب من يومين كان اعلن النائب العام الليبي عن ايه؟ عن العثور على المقبرة الجماعية لجثث الشهداء المصريين الأقباط المسيحيين المصريين واللي بنحتسبهم عند الله شهداء شاء من شاء أبى من أبى اغتاظ من اغتاظ رفض من رفض من أمثال بقى الدكتور ياسر مرهامي وغيره ممن يرفضون مثل هذه المصطلحات على أهالينا المسيحيين. تاني نحتسبهم عند ربنا سبحانه وتعالى شهداء. 20 واحد اتغدر بيهم واتذبحوا من داعش، مصر الحمد لله راحت جابت لهم حقهم فورا. اتوجدت المقبرة الجماعية اللي فيها جثامين هؤلاء الشهداء. أهالي الضحايا تواصلوا بالفعل مع مسؤولين بوزارة الخارجية بهدف إعادة رفات أبنائهم عقب التعرف على مكانها. وبيأكد الأهالي حسب تقرير نشره موقع مصراوي، طبعا الموقع المصري المعروف، على ضرورة إجراء تحاليل DNA ليهم للتأكد أولا من أنه هذه الرفات هي لأولادنا المصريين اللي اتقتلوا هناك الله يرحمه، وطلبوا بإقامة مقبرة جماعية لأبنائهم داخل الكنيسة اللي تم الانتهاء من بنائها وتسميتها كنيسة الشهداء نسبة إلى ضحايا هذه المذبحة الداعشية الحقيرة. وقال القمص داود ناشد وكيل مطرانية صملوط للأقباط الأرثوذكس إن المطرانية لن تتوانى عن بذل كل المساعي مع السلطات المصرية لاستعادة رفات الشهداء العشرين من أقباط محافظة المنيا جمهورية مصر العربية من أهالينا، ربنا يرحمهم جميعا، ادعوا لهم بالرحمة. نروح ل إيه ده؟ ده بالمناسبة فيديو مهم جدا على هذا الموضوع اللي هو مسألة المقبرة دي في مصراتة مش كده؟ على كل ان هو طبعا الطلب سليم 100% ان احنا بس نعمل تحليل الدي ان ايه ونتاكد انه هذه الرفات هي رفات ولادنا عشان ما ناخدش حاجه، يعني ممكن يكونوا ناس من ليبيا او ناس من اي جنسيه او من وطن اخر تم قتلهم غيله وتم الغدر بيهم للاسف الشديد من هذا التنظيم الارهابي كما جرت العاده. رحمه الله على الجميع، وتاني نحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى شهداء.